اليوم عندنا تجربة الجبنة المعفنة الأوروبية، واللي بيجربها معنا سيد السحيمي. عين الله. تصمل؟ نصمل. اللون الأخضر ذا وشو؟ عفن، خلونا نشوف. طيب يا سعيد، إيش اللون الأخضر اللي فيها؟ هذا يا حبيبي البكتيريا. يعني عمرك شفت بكتيريا بالعين المجردة؟ يعني عفن بالعربي، خل عني بكتيريا. عفن. الأبيض الجبن، والألوان اللي تشوفها الزرقة هذه يسمونها الجبنة الزرقة. الله يعلم إنها قد أخمت، ولكن بناكلها ونشوف. ونقول بسم الله. والله لذيذة، والله لذيذة. ما توقعتها صح؟ والله يا الريحة شيء، والشكل شيء، والاسم شيء، والطعم شيء. والله لذيذة على مستوى. شيء فاخر ها؟ اي والله، سبحان الله، عكس الريحة وعكس المنظر. يلا يا سعيد. قوية صح؟ والله طعمها فنان. بسم الله. ها كيف؟ طعمها حلو بس لا قل كذا كذا. لا إله إلا الله من حموضة فيها. لا والله ما هي حامضة مثل ذي، والله ما هي مثل ذي. تذوق أنت كيف تذوق ما أعرف. والله ما هي حامضة، إنها لذيذة صدق. أنا والله أني مجهز أنتقدها، والله إنها صدمتني الطعم. سبحان الله.